السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي على قناة محترفة. كالعادة سلسلة الربح من العملات الرقمية بدون مجهود ولا عناء. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبك الفيديو لا تبخل تعزيز لايك وتعليق محفز فضلا وسأمر. تابعوا الشرح. أول شي حبيت أوجه الشكر لقناة رحلة المليون اللي تسجل في الفورم حكي اللي وضعته في الجروب اللي عنده. ما شاء الله الجروب حلو، بخلي لكم رابط تحت أسفل الفيديو للقناة حق رحلة المليون، لأنه مواضيع جدا حلوة في العملات الرقمية والإير دروبات والتوكن. وفي نفس الوقت بخلي لكم رابط الجروب على التليجرام. يلا بينا على الشرح الإير دروب الجديد. أول شي نسجل في المنصة هذه وبعدين نروح على الإير دروب هذا. طريقة التسجيل سهلة جدا، يوزر نيم، إيميل، باسورد، إعادة الباسورد، حل كاباتشا وريجستر. انا عندي حساب فيه، بدخل لوجين. هذه هي واجهة الموقع. اول ما تدخل بيعطيك تفعيل الحساب، تروح على الايميل تعطيه الصلاحية بالدخول. نروح على الاير دروب الحين، هذا الاير دروب. نروح على لوجين، نسجل بنفس الايميل اللي موجود على المنصة، ونروح نفعل في الايميل confirmation، ونرجع للمهام. هذا هو حسابي، عندي 14 من عملة BTS. مهام سهلة جدا، انك تتابعهم في الفيسبوك، لايك شير في فيسبوك، جوان تليجرام، كومنتس اون تليجرام. كل هاي المهام سهلة. فولو اون انستغرام مثلا، نروح على فولو انستغرام. فولو انستغرام، نسوي لهم فولو ونرجع للحساب. يقول لك what is your Instagram username، نروح ناخذ الانستغرام يوزر نيم من هنا. ناخذ اليوزر نيم، هنا يوزر نيم كده، كوبي نحطه هنا، سبميت. كم كان عندي؟ كان عندي 14، الحين صاروا 16. فكده المهام سهلة جدا، يعني في كده مهمة بنخلصها. يوم يخلص الاير دروب بيجينا العملة على هذه المنصة. هذا كان شرحنا اليوم، اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا.